في نفس الوقت في نفس اليوم، وهو ما يؤكد عمق ممارسة الديمقراطية ونضج البناء السياسي المغربي. شعبي العزيز، إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية تخدم مصالح المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن، لأننا نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية، وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد في وقت الشدة والأزمات والتهديدات، وهو ما تأكد بالملموس في مواجهة الهجمات المدروسة التي يتعرض لها المغرب في الفترة الأخيرة من طرف بعض الدول والمنظمات المعروفة بأدائها لبلادنا. فالمغرب مستهدف لأنه دولة عريقة تمتد لأكثر من 12 قرنا، فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل، وتتولى أمورها ملكية ومواطنة منذ أزيد من 4 قرون في ارتباط قوي بين العرش والشعب. والمغرب مستهدف أيضا لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار التي لا تقدر بثمن، وخاصة في ظل التقلبات التي يعرفها العالم. ورغم ذلك فالمغرب والحمد لله معروف بسمعته ومكانته التي لا نقاش فيها، وبشبكة علاقات واسعة وقوية، ويحظى بالثقة والمصداقية على الصعيدين الجهوي والدولي. شعبي العزيز، يتعرض المغرب على غرار بعض دول اتحاد المغرب العربي لعملية عدوانية مقصودة، فأداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا قويا ومؤثرا. وقليل من الدول خاصة الأوروبية التي تعد للأسف من الشركاء التقليديين تخاف على مصالحها الاقتصادية وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربية، كما أن بعض قياداتها لم تستوعب بأن المشكل ليس في أنظمة بلدان المغرب العربي، وإنما في أنظمتهم التي تعيش على الماضي ولا يستطيع أن تسير التطورات. وقد أبانت الشهور الأخيرة أن هذه الدول تعرف ضعفا كبيرا في احترام مؤسسات الدولة ومهامها التقليدية الأساسية، لذلك يريدون أن نصبح مثلهم من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة، واتهام مؤسساتنا الوطنية بعدم احترام الحقوق والحريات لتشويه سمعتها، ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار. إنهم لا يريدوا أن يفهموا بأن قواعد التعامل تغيرت، وبأن دولنا قادرة على تدبير أمورها واستثمار مواردها وطاقاتها لصالح شعوبنا. لذا تم تجنيد كل وسائل الممكنة الشرعية وغير الشرعية، وتوزيع الأدوار، واستعمال وسائل تأثير ضخمة لتوريط المغرب في مشاكل وخلافات مع بعض الدول. بل هناك تقارير تجاوزت كل الحدود، فبدل أن تدعو إلى دعم جهود المغرب في توازن بين دول المنطقة، قدمت تصويرات بعرقلة مسيرته التنموية بدعوى أنها تخلق اختلالا بين البلدان المغاربية، كما دبروا حملة واسعة لتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية ومحاولة التأثير عن قواتها وفعاليتها في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب،
إضافة إلى الدعم والتنسيق الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي باعتراف عدد من الدول نفسها. ورب دارة نافعة، فأمارات أداء وحدتنا الترابية لا تزيد المغرب إلا إيمانا وإصرارا على مواصلة الدفاع عن وطنهم ومصالحه العليا. وهنا نؤكد بأننا سنواصل مسارنا أحب من أحب وكره من كره، رغم انزعاج الأداء وحسد الحاقدين. شعبي العزيز، هناك من يقول بأن المغرب يتعرض لهذه الهجمات بسبب تغيير توجهه السياسي والاستراتيجي وطريقة تعامله مع بعض القضايا الدبلوماسية في نفس الوقت. هذا غير صحيح. المغرب تغير فعلا، ولكن ليس كما يريدون، لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا، وفي نفس الوقت يحرص على إقامة علاقات قوية بناءة ومتوازنة خاصة مع دول الجوار. وهو نفس المنطق الذي يحكم توجهنا اليوم في علاقاتنا مع جارتنا إسبانيا. صحيح أن هذه العلاقات مرت في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة وطرحت تساؤلات كثيرة حول مسارها، غير أننا اشتغلنا مع الطرف الإسباني بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية. فإضافة إلى الثوابت التقليدية التي ترتكز عليها، نحرص اليوم على تعزيزها بالفهم المشترك لمصالح البلدين الجارين. وقد تابعت شخصيا وبشكل مباشر سير الحوار وتطور المفاوضات، ولم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط، وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات التي تحكم هذه العلاقات. وإننا نتصدى بكل صدق وتفاؤل لمواصلة العمل مع الشركاء، مع الحكومة الإسبانية ومع رئيسها معالي السيد بيدرو سانشيز، من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات. وهو نفس الالتزام الذي تقوم عليه علاقات الشراكة والتضامن بين المغرب وفرنسا التي تجمعني برئيسها فخامة السيد إيمانويل ماكرون روابط متينة من الصداقة والتقدير المتبادل. شعبي العزيز، إذا كانت ثورة الملك والشعب قد شكلت منعطفا تاريخي في طريق حرية المغرب واستقلاله، فإننا اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلب الالتزام بروح الوطنية الحقة لرفع التحديات الداخلية والخارجية. ونغتنم هذه المناسبة لنترحم على أرواح شهداء الوطن الأبرار، وفي مقدمتهم بطل التحرير جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.